مين اللي بتفضل يكون معاك على طول في الأوضة في المعسكرات؟ ها يمكن احنا في المنتخب كل لعيب بيقعد لوحده، بس في النادي كنت دايما بحب اقعد مع اتنين، اشرف بن شرقي او عبد الشافي. كابتن محمد كابتن بن شرقي ده شيء ليه بقى؟ مبدئيا الكابتن عبد الشافي كنا بنقعد انا هو ما بنتكلمش مع بعض خالص غير لما يقول لي يلا بينا ننزل اكل. يعني الكابتن عبد الشافي من الشخصيات طبعا المحترمه جدا، وكابتن من كباتن النادي، لكن بجد يعني طريقته في الكلام والاسلوب ما تسمعلوش صوت، كانك قاعده لوحدك. وانا من النوع اللي بحب الهدوء والصمت. اشرف بن شرقي نفس الكلام، بس هو اشرف دايما طبعا هزار وتهريج مع بعض على طول، لكن دايما واحنا قاعدين في الاوضه حاطط السماعات يتفرج على يعني انت تحب تقعد مع الناس الهاديه اللي مش بالظبط كده، لكن لا يجي وقت الكلام نتكلم، لكن يجي خلاص بقى ما نكون عايزين ننام او نركز او اي حاجه كل واحد بجد. تحبش انت الرغي والهري وكده؟ ما بالظبط كده. الكابتن بن شرقي كمان بيقعد يقول اسمك بطريقه؟ لا اشرف ده مشكله. ده مشكله بجد. يا ابو جبل الله عليك يا ابو جبل، منور المغرب. انت اللي منور المغرب والله. يمكن الشيء بالذات ده مرحبا بيك عندنا في المغرب والله. اتكلم يلا. بعد احسن صدف في المباراه النهارده بتقول ايه؟ رجل المباراه. هم كانوا بيقولوا ايه كمان؟ جوه قلبي رجل المباراه. وانت قلت لي في الملعب؟ ها؟ انت قلت لي في الملعب؟ وحش. لا قلت لي ايه؟ بتاعتك اللي انت بتقولها لي. ابو جبل. ابو جبل. كمل بقى ازازه التعليمات. نوعيه الاغاني اللي بتحب تسمعها؟ انا طبعا بحب استاذ محمد منير جدا، الفنان الكبير. يا خبر يا خبر، الكينج. الكينج الجميل، الكينج. وفي طبعا استاذ عمرو دياب، محمد حمائي، طبعا عندي كتير من اصدقائي رامي جمال وتامر عاشور، وطبعا بارك لهم على اخر اغاني ليهم مكسره الدنيا. فنان. بصوا محمد ابو جبل فنان. لا وعندي واحد مفضل كده دايما بحب اسمعه. ها؟ استاذ بهاء سلطان. يا عيني على بهاء سلطان الجميل. بهاء سلطان الجميل. الاسره الكريمه قالت ان انت يعني لو لم تكن لاعبا لكنت مطربا، تحب الغنى جدا والغنى الشعبي. يعني بدندن كده مع نفسي انا. طيب هتنقلني ايه على ذوقك؟ والله دلوقتي الصوت ضايع يعني. مش مهم الصوت، هيبقى الموضوع صعب. لا احنا عايزين الاداء بس مش الصوت يعني. ما ده انتوا غنيتوا في الاوتوبيس؟ لا ده في الاوتوبيس بتبقى في حفلات كتير. مين اللي بيختار بقى الاغاني في الاوتوبيس؟ مصطفى محمد هو اللي ماسك الدي جي. مصطفى محمد هو صاحب السماعه، ما حدش بيشغل، ما فيش حد يشغل. يشغل روبي تغنوا روبي، يشغل رضا البحراوي ماشيين على مزاجه، وهو اللي مع السماعه وهو صاحبها. ما حدش ينفع يشغل حاجه ثانيه. Bye.